شو هاد؟ كلهم هذو مواعين أنا رح أغسلهن، لازم واحد يجي ويساعدني. شوف اشتري لي 5 كيلو بطاطا وكمان 3 كيلو طماط وباكيت أندومي وخمس علب حليب وكمان زيت وكمان شو اشتري ايه كمان سباجيتي ومعكرونة. شوي 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 شو هاد؟ انت رمضان للأكل ولا رمضان للصيام؟ تعبت كثير. شو طبختونا لليوم؟ شو انت تعرفنا بس في الاكل؟ طول اليوم نايم او تلعب بالموبايل ببجي. اسكتي انت وكشتك، روحي مشطيها. شو قلت؟ انا بفرجيك، تعال هون. والله اواريك تقول لي هيك، انا رح اوريك. شوفي يا عابي، رمضان اجا للصوم مو للدراسة. افنى عابي كل يوم تدرس، بدك تلعب معي. اوكي رح اسرق لها كتابة علشان تلعب معي. هات الكتاب هون، ليش سرقته؟ هات عم بدرس. لا ما رح أبي، بدي إني تلعبي معاه. رمضان شهر الصيام مو شهر الدراسة. تعالي لأننا غبي مني. تعال يا غبي، تعال يا مشاغب، تعال تعال. يوميات عائلة رمضانية في قناة إباء جيمر. لا تنسى أنكم تكتبوا توقعاتكم تحت التعليقات عن الحلقة الأولى. ومع السلامة.